غابت أصوات أجراس الكنائس في غزة. حزن هو وألم لما يكابده الفلسطينيون في القطاع. رغم ذلك أضيئت الشموع ورتلت التراتيل. كنيسة العائلة المقدسة أحيت قداس الفصح رغم أهوال المجازر والقصف الإسرائيلي. وضع صعب، نحن كلنا في نفس المركب بنعيش ويلات الحرب. بسمة الأطفال كانت غائبة هذا العيد. المناسبة اقتصرت على إحياء الشعائر والطقوس الدينية، هكذا أوصت الهيئة العليا لشؤون الكنائس في الأراضي المقدسة. يبقى العيد في حالنا الفلسطيني مقتصرا على الشعائر الدينية بحسب قرار الكنيسة والشعائر الدينية فقط، لا يوجد أي احتفالات أخرى، وذلك يعني نظرا للوجع المصاب فيه الكل الفلسطيني. وجع مستمر منذ أكثر من 6 أشهر، فأي عيد وأي مناسبة يحتفل بها والشهداء يسقطون يوميا بالعشرات ومن الكل الفلسطيني. والله ما احنا حاسين بعيد أبدا، احنا حزنين كتير على حالنا وعلى الناس، كلنا عم بنعاني زي ما المسيح عانى احنا عم بنعاني. هذه الآلام ترافقها عمليات استهداف وقصف مباشر على كنائس غزة. كنائس تؤوي نازحين فروا من ويلات الحرب الإسرائيلية، ووسط غياب أي حلول مرتقبة لإنهاء العدوان، يتضرع المسيحيون في غزة إلى ربهم سائلين إياه أن يوقف آلة العدوان.